إذا كنا نريد حل المشكلة اليمنية يجب أن نستحضر أبعادها التاريخية وأن نلم بتفاصيلها المرحلية، لأن الحلول الترقيعية غير مجدية، وأياً كانت هذه الحلول ستكون هشة ولن تصمد في حال تم فرضها دون معالجة المشكلة الأساسية، وهي حرص سلالة في اليمن على أن تحكم اليمنيين بقوة السلاح، وهي لذلك تخوض حروبها التي تعتبرها شكلاً من أشكال العبادة والتقرب إلى الله مهما كانت الخسائر الاقتصادية والبشرية. نحن أمام جماعة أصولية ثيوقراطية قائمة على مبدأ حصر الإمامة، الحكم في البطنين، ومن أجل تحقيق ذلك تلجأ هذه السلالة دائماً لحمل السلاح من أجل انتزاع السلطة بالقوة، لأنها حسب تصورها لذاتها سلالة مميزة وبقية اليمنيون أدنى منها، ولا يحق لهم أن يشاركوا بأي أنشطة سياسية وإدارية فضلاً عن الحكم إلا ما كان صورياً. وبالتالي فإن هذه الجماعة تجمع ما بين العنصرية العرقية والإرهاب، كونها تمارس الانتهاكات والجرائم المذكور بعضها آنفاً، وكل هذا يتم باسم الدين. لن أتحدث اليوم كضحية من ضحايا الحوثي، بل كيمني يريد أن يضمن مستقبلاً آمناً لأبنائه. وشخصياً أنا على استعداد تام من أن أنسى ثأري الشخصية مع الحوثيين، وسأمتثل لأية حلول وبرامج تحقق العدالة التصالحية، لكن من يضمن لي المستقبل؟ هل ستضمنه يا مارتن جريفيث؟ كيف؟ ما الذي ستفعله للحد من عنصرية سلالة تعتقد بأن الأحق بالحكم والعلم والمال بحسب كتبهم ومراجعهم الدينية؟ ربما تتوقف الحرب اليوم كما توقفت الحرب السادسة في 2010، لكنها ستندلع مجدداً، لأن اليمنيين لن يقبلوا أن يكونوا عبيداً لهذه السلالة إطلاقاً. سيستمرون في الرفض والنضال من أجل يمن بلا عنصرية، وطن يتساوى فيه جميع اليمنيين بلا استثناء. سيستمر اليمنيون في نضالهم ضد العنصرية، لأن الحوثيين أنفسهم لن يتركوا اليمنيين في حال سبيلهم، سيسعون للمزيد من الاستحواذ والسيطرة.